بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. بيسعدنا اليوم أن نجتمع في عرس علمي جديد لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد مصطفى شحات إبراهيم، وموضوعها فعالية برنامجين للعلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس مع إعادة المعالجة بحركة العين في خفض ضغوط ما بعد الصدمة للمراهقين المساء معاملتهم، دراسة مقارنة. وبيسعدنا اليوم أن يشرفنا وينور كليتنا وكلية وجامعة زقازيق جميعا الأستاذة الدكتورة نهلة متولي، أستاذة علم النفس وعميدة كلية دراسات الإنسانية بتفاهن الأشراف جامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتورة، وبنشكرك على الحقيقة على تعب السفر وتعب قراءة هذه الرسالة الكبيرة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لك كل الصحة والتوفيق بإذن الله. أهلا بسعادتك وشرفتينا. وأيضا بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم أخ وزميل عزيز الأستاذ الدكتور عبد الباسط متولي خضر، أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية جامعة زقازيق سابقا. أهلا بك، نورنا يا دكتور عبد الباسط، وأهلا بحضرتك، وتعيش دايما وتناقش يا رب. وأيضا بيسعدني أن يكون معي الأخت والزميلة زميلة دراسة وزميلة عمل ورحلة كفاح من 1973. لازم أقول دكتورة نجوى كانت زميلتي في نفس القسم، قسم الفيزياء والكيمياء، كنا طلاب مع بعض 4 سنوات في الكلية وزملاء في نفس القسم. الله يخليك. وسعدت جدا جدا باشتراكها أو باشتراكي معها في الإشراف على هذه الرسالة، وأتمنى لها كل التوفيق. شكرا لحضرتك. وبنرحب أيضا بأهل الباحث وزملائه وأصدقائه وكل السادة الحضور، أهلا بحضراتكم جميعا، أهل متغمر وسنتمي وبشلوش وإيه تاني وضمضيط ومثل فرماوي. أهلا بحضراتكم جميعا، وإن شاء الله ترجعوا مجبورين الخاطر مع أحمد إن شاء الله، وسعداء اليوم بيه ابن البلد اللي الحقيقة يعني لا يدخر جهد في خدمة بلده. وأنا حضرت عندكم في سنتمية أكثر من ندوة علمية كان بينظمها أحمد، وكان في عدد كبير من الحضور، وكانت الحقيقة مفيدة جدا لأهل البلد. وأتمنى أن أحمد إن شاء الله بعد ما يخلص الدكتوراه يستمر في خدمته لبلده بنفس المستوى بإذن الله. شرفتونا ونورتونا، أهلا بحضراتكم. بيان حالة الباحث أحمد مصطفى الشحات إبراهيم، مصر الجنسية، تاريخ التسجيل لدرجة الدكتوراه 20/12/2017، في موضوع فعالية برنامجين للعلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس مع إعادة المعالجة بحركة العين في خفض ضغوط ما بعد الصدمة للمراهقين المساء معاملتهم، دراسة مقارنة. وافق مجلس الكلية بتاريخ 16/3/2021 على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة المقدمة من الطالب بناء على اقتراح مجلس قسم الصحة النفسية، ليكون على النحو التالي: الأستاذ الدكتور محمد السيد عبد الرحمن أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بالكلية مشرفا، الأستاذ الدكتور عبد الباسط متولي خضر أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بالكلية مناقشا، الأستاذة الدكتورة نهلة متولي السيد متولي أستاذ علم النفس وعميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفاهنا الأشراف مناقشا، الأستاذة الدكتورة نجوى شعبان محمد خليل أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بالكلية مشرفا، الأستاذ الدكتور أسامة رفعت إبراهيم أستاذ الطب النفسي بطب القصر العيني جامعة القاهرة مشرفا. الدكتور طبعا أسامة عنده ظروف ما قدرش يحضر،
فأن يتابع معنا من خلال برنامج زوم. وقد اعتمد السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث هذا التشكيل بتاريخ 30/3/2021، وتكون لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمد السيد عبد الرحمن، الأستاذ الدكتور نجوى شعبان محمد خليل، الأستاذ الدكتور أسامة رفعت إبراهيم. بنطلب من الباحث الآن تقديم ملخص رسالته في حدود 10 دقائق. تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباحث أحمد مصطفى الشحات، مسجل للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، تخصص صحة نفسية. عنوان الرسالة: فعالية برنامجين للعلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس مع عادة المعالجة بحركة العين في خفض الضغوط بعد الصدمة للمراهقين المساء معاملتهم دراسة مقارنة. إن أذنت لي لجنة الحكم والمناقشة أننا ببعض شيء من العامية، لأن أهلي من بسطاء الناس. مقدمة الدراسة: حياتنا مليانة بإساءات الناس كتير، لكن عوارض مؤلمة. أما الوقائع اللي بتيجي من الوالدين والمقربين على المراهقين والأطفال المراهقين بتحفر ذكريات مؤلمة جدا عند الأطفال، ما بتنسهاش أبدا هؤلاء الأطفال، وبتظل بعطانيها الأبدي الذي لا ينتهي أبدا مع هؤلاء الأطفال. فكانت مشكلة الدراسة بتاعتي عاوز أقول إيه مدى فعالية العلاج السردي إنه يخفض لي الاضطراب اللي بينشأ نتيجة الإساءة، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراهقين المساء معاملتهم في الصغر. وعايز كمان أشوف ما مدى فعالية برنامج بالعلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين في خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراهقين المساء معاملتهم. وفي فرق ما بين فعالية البرنامجين في على المراهقين ولا لا، وفي فرق ما بين أثر انخفاض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة الناتجة عن إساءة المعاملة بعد انتهاء البرنامج ب3 أشهر ولا لا. أهداف الدراسة: هدفت الدراسة الحالية لتقييم فعالية العلاج السردي في التخفيف من أثار اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراهقين من خلال العلاج للمجموعة التجريبية. هدفت الدراسة لتقييم فعالية البرنامج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين في التخفيف من أثار ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراهقين من خلال العلاج للمجموعة التجريبية. هدفت الدراسة لمقارنة فعالية العلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين والعلاج السردي في التخفيف من أثار ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراهقين. هدفت الدراسة للتعرف على مدى استمرارية أثر البرنامجين بالعلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين لدى عيال الدراسة بعد انتهاء الجلسات العلاجية والمتابعة. أهمية الدراسة: الدراسة بتاعتنا لها أهمية كبيرة بسبب ندرة الدراسات على مستوى الوطن العربي اللي تناولت العلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس، بل تعد الدراسة الأولى ولله الحمد على مستوى جمهورية مصر العربية في حدود علم الباحث في العلاج السردي. 2، بتظهر أهمية الدراسة إن أنا اخترت فئة عمرية من أخطر الفئات العمرية في حياة الفرد، ولذلك فالحاجة تزداد للبرامج اللي بتستهدف المراهقة ومناقشة الأوضاع الراهنة في هذا السن. 3، إعداد برنامجين، البرنامجين دول قائمين على علاج السرد والعلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين عشان نخفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، ودول من أهم البرامج العلاجية. 4، عشان نزيد فهم أعمق للعلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين والعلاج السردي، فنتيح فرصة قدام الباحثين عشان يتناولوا الدراسة مع متغيرات تانية مهمة. وكمان بتستمد الدراسة، ادخل على الإجراءات والنتائج واقرا باللغة العربية الفصحى، مفيش عشان كما أن الدراسة، إجراءات الدراسة، فروض الدراسة، توجد فروق ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، أعدي الفروض. عينة الدراسة: تتكون عينة الدراسة من 10 من الطلاب والطالبات من المراهقين المساء إليهم بالمدارس الثانوية بميد غمر، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة والذين حصلوا على درجات مرتفعة من في مقياسي الإساءة واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. مجموعة تجريبية 5 طلاب لتلقي العلاج بالعلاج السردي، ومجموعة تجريبية 5 طلاب لتلقي العلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين، ومجموعة ضبطة 5 طلاب من الطلاب المراهقين المساء إليهم بنفس المدارس الثانوية العامة بميد غمر، تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة، وتم ذلك في الفصل الدراسي السنوي. أدوات الدراسة: مقياسين 2، مقياس إساءة معاملة المراهقين في الطفولة، إعداد الباحث 2، مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، إعداد ويزر إيتال 2013، ترجمة الباحث. بالنسبة لنتائج الدراسة: توصلت الدراسة الحالية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1% بين متوسطي رتب درجات أفراد الثلاث مجموعات، بين متوسطي رتب درجات افراد الثلاث مجموعات، المجموعه الضبط والمجموعه التجريبيه الاولى، العلاج السردي والمجموعه التجريبيه الثانيه، العلاج بازاله التحسس واعاده المعالجه بحركات العين في القياس البعدي على جميع الابعاد والدرجه الكليه.
كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% بين متوسط رتب درجات أعضاء المجموعة التجريبية للعلاج السردي في كل من القياسين القبلي والبعدي على الدرجة الكلية لمقياس اضطراب غتمة بعد الصدمة وأبعاده الفرعية، استرجاع استعادة الخبرة والتغيرات السلبية في الإدراك والمزاج وفرط التيقظ والاستثارة الزائدة، والدرجة الكلية لاضطراب غتمة بعد الصدمة لصالح القياس البعدي ما عدا بعد التجنب لم يكن ذا دلالة. كما توصلت الدراسة الحالية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1% بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية الأولى العلاج السردي في القياس البعدي على جميع الأبعاد والدرجة الكلية إلا في بعد التجنب فإنه كان دل عند 5%. كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 5% بين متوسط رتب درجات أعضاء المجموعة التجريبية الأولى العلاج السردي في كل من القياسين البعدي والتتبعي على الدرجة الكلية لمقياس اضطراب غتمة بعد الصدمة وأبعاده الفرعية، استعادة الخبرة والتغيرات السلبية في الإدراك والمزاج والدرجة الكلية لاضطراب غتمة بعد الصدمة إلا بعدي التجنب وفرط التيقظ والاستثارة الزائدة فلم يكون ذا دلالة. كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% بين متوسطي رتب درجات أعضاء المجموعة التجريبية الثانية التي تخضع لبرنامج العلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين في كل من القياسين القبل والبعد على الدرجة الكلية لمقياس اضطراب غتمة بعد الصدمة وأبعاده الفرعية، استرجاع الخبرة والتجنب والتغيرات السلبية في الإدراك والمزاج وفرط التيقظ والاستثارة الزائدة والدرجة الكلية لاضطراب غتمة بعد الصدمة لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1% بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية التي تخضع لبرنامج العلاج بإزالة التحسس في القياس البعدي في جميع الأبعاد والدرجة الكلية. كما يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% بين متوسطي رتب درجات أعضاء المجموعة التجريبية الثانية التي تخضع لبرنامج العلاج بإزالة التحسس في كل من القياسين البعدي والتتبعي على الدرجة الكلية لمقياس اضطراب غتمة بعد الصدمة في وبعد التغيرات السلبية في الإدراك والمزاج لاضطراب غتمة بعد الصدمة لصالح القياس التتبعي إلا في بعد استعادة الخبرة والتجنب وفرط التيقظ والاستثارة الزائدة. كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية الأولى التي تخضع للعلاج السردي وأفراد المجموعة التجريبية الثانية التي تخضع لبرنامج العلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين في القياس البعدي وفي القياس التتبعي على جميع الأبعاد والدرجة الكلية إلا في بعد التغيرات السلبية فإنه دل عند 5% في البعد وبعدي التجنب والتغيرات السلبية في الإدراك والمزاج فإنهما دلان عند 5% في التبعي. شكر وتقدير. أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية والذي كان من المفترض أن يكون حاضرا معنا الآن ولكنه تغيب إلى لظروف قد منعته عن الحضور. أتقدم بالشكر والتقدير ولله الحمد صاحب الفضل والمنة والذي لولاه ما كنا ولو وفقنا وما كانت تلك الرسالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونورا للسائرين المعصوم فما أساء لأحد قط وبعد. دائما هي سطور الشكر تكون غاية الصعوبة كونها تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديهم هذه الأسطر، لكنني سأحاول أن أشكر أولئك الأعلام الذين تركوا بصمة في حياتي لا تنسى، ولولاهم بعد الله عز وجل ما كان هذا العمل، أولهم سماحة الوالد الأستاذ الدكتور محمد سيد عبد الرحمن أستاذ الصحة النفسية بتربية الزقازيق، فلا كلام يصفه ولا اقتباس ينصفه ولا نص إهداء يفي بالحديث عنه وعن أفضاله، فهو الخير والفضل الذي أرسله الله لي في طريقي معلما وأبا شفيقا رحيما. كلمة شكر سطرتها لك يا رمز العطاء، أبقاك الله في حياتنا أستاذي، تروينا بعلمك وترشدنا بفهمك ونتعلم من أخلاقك. أما أستاذتي ومعلمتي الناصح الشفيق الأستاذة الدكتورة نجوى شعبان أستاذ الصحة النفسية بتربية الزقازيق والتي سندت تلك الرسالة بتوجيهاتها السديدة وتعلمت من علمها علوما لم يسبق أن تعلمتها وأرشدت بها، فسدت ثغورا كانت تنقصني وقومت اعوجاجا كان يشوبني، إنها صاحبة النصح والإرشاد بقلب يملأه الحب والرحمة لتخرج أجمل ما في طلابها وتصنع منهم رجالا يخوضون أبحاثهم بعلم وثقة وخطى وثابة. دام حنانك وعطفك وعلمك لنا أمنا وأستاذتنا الحبيبة الدكتورة نجوى. كما أسوق كل معاني الشكر والتعظيم لأستاذي فضيلة الأستاذ الطبيب الدكتور أسامة رفعت أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني والذي كان كسحابة معطاء سقت الأرض فاخضرت، فلولا الله
ثم أنت لما حققت ما أريد، ولو أنني أتيت كل بلاغة لما كنت بعد القول إلا مقصرا أستاذي، فلقد أنهكتك تعبا أستاذي، فالعفو منك. ولمعلمة الأم العطوف دكتورة ابتسام إسماعيل أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بتربية الزقازيق، أسمع عبارات الشكر والتقدير والإلفان والامتنان لك يا أم الباحثين، يا من تعجز الحروف عنك، ورحم الله زوجك سيادة اللواء محمد به الفقراني رحمه الله تعالى. أما أستاذي ووالدي وشيخي ومعلمي سماحة الوالد العراب الأستاذ الدكتور محمد سعفان، أول من كان له قدم السبق في تعليمي، صاحب التميز والأفكار النيرة، إليك أزكى التحيات وأجملها وأنداها وأطيبها، يا من بذلت ولم تنتظر العطاء. ولا أنسى السادة المناقشين أستاذات الدكتورة نهلة التي آثرت هذه المناقشة، والتي كان مقرر أن تلغى هذه المناقشة لظروف مرض زوجها. أسأل الله عز وجل ونحن في هذا الوقت أن يشفي زوجها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل هذه الخطوات الذي خططها في ميزان حسناتها، وأن يرجعها إلى بيتها مجبورة الخاطر بشفاء زوجها، اللهم أمين. وكذلك أستاذي الدكتور صاحب الوجه البشوش الأستاذ الدكتور عبد الباسط خضر، والدي بعد والدي أستاذ الصحة النفسية، ولقد تحمل العناء الكثير، هو وأستاذات الدكتورة نهلة تحمل عناء النقد والتحليل والمناقشة لرسالات قد تخطت 1500 صفحة ليزيل عنها ما شابها كي تخرج في أحسن ثوب. جزاكم الله عني الفردوس الأعلى، وبارك في جهدكما ووقتكما، ومهما شكرتكما فكلمات الثناء لا تستطيع أن تفيقما حقكما. عظيم الثناء لأستاذنا الدكتور محمد مراد، أستاذ الدكتورة فوقية، أستاذنا الدكتور حسن، أستاذنا الدكتور محمد بيوم، أساتذة الصحة النفسية بقسم التربية، حتى لا أنسى أحد بقسم الصحة النفسية، رحم الله أستاذتي ومعلمة الدكتورة منى خليفة والدكتورة نعمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما رحمة من عنده. ثم أسوق الشكر والرضا لأمي، أمي التي برتني قبل أن أبرها، من لم أفطم من حبها ورعايتها وعطفها وسهرها وتطبيبها حتى الآن. عشتي أمي فأنت جمهوري المقرب، أنت جمهوري وتكفيني، وقلبك من أبقى فؤادي حيا، وأمي بعد أمي التي سخرت صلاتها ودعاءها لأجل أم أمي، والتي نظرت وقتها لرعايتي وتفقد أحوالي، فلا تطيب إلا بسلامتي ورؤيتي. فلك الروح، فريدة أنت كاسمك، فريدة أنت كاسمك، ولن أوفيك حقك مهما حييت، فلحم أكتافي من خيرك أنت. أسأل الله أن يجزيك عني الفردوس الأعلى. أسوق الشكر كذلك إلى أبي الذي أحمل اسمه، ولولاه بعد فضل الله ما كان وجودي، فلا زلت عشقي الأكبر، نبضي وذاكرتي وإنسانيتي، بك تشكلت ومنك. شكرا أبتي رغم الغياب كل عام، فأنا امتدادك في الحياة. شكرا أبي، فالرجال تصنع الرجال. جزاك الله عني خيرا وغفر لك. خالتي نبع الحنان، فلله الحمد أن أرزق بأمين أنهل من عطفهما ورعايتهما، فلك في القلب يا خالتي الكثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي زوجتي وأخيها خير الجزاء وأختي، وأسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا كان في كثير في الشكر والتقدير، ولكن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. وإلى السادة هيئة الحكم والمناقشة، جزاكم الله خيرا. الآن إلى مناقشة الرسالة، ننقل الميكروفون للأستاذ الدكتور عبد الباسط خضر، يتولى مناقشة الباحث، فليتفضل. بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب من في الأرض والسماء، بسم الله يجزل العطاء، بسم الله كرم العلم والعلماء، وأصلي وأسلم على خير معلم وخير موجه وخير مرشد، طب القلوب ودواؤها وبلسم الأجسام وشفاؤها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الكم اللامعقول
من الصفحات والملاح. أنا رأيي الشخصي إنه تختصر الملاحف في 30-40 صفحة ترفق بالرسالة، وما زاد عن ذلك تستفيد به وتنشره وتحتفظ. هذا ثروة، ده ثروة، ده قيمة علمية كتير من الناس ما يعرفوش قيمتها، لكن اللي يعرف قيمتها اللي فاهم معنى هذا الجهد المتميز. طبعا بنرحب بالسادة العلماء اللي شرفونا النهاردة، وعلى رأسهم أساتذة الطب النفسي جميعا، لهم منا كل تقدير واحترام. أستاذنا الدكتور سعفان، أستاذة الدكتورة صفاء، أبنائنا وبناتنا من الباحثين والباحثات، أعضاء الجمعية المصرية للصحة النفسية، مرحبا بكم جميعا. وقبل دول وبعد دول أهل الباحث، أهل الباحث المتميزين اللي أخرجوا لينا باحث متميز. بقول لك دي مش رسالة دكتوراه، دي ثلاث رسائل دكتوراه، دي ثلاث رسائل دكتوراه، وبدون مبالغة وبدون مجاملة. طبعا أنا ببدأ بالنقاط المشرقة في الرسالة، والرسالة مليانة نقاط مشرقة كثيرة. من النقاط المشرقة في هذه الرسالة إن الباحث عمل 90% من الأدوات بتاعته، ثلاث مقاييس، صمم مقياسين وترجم المقياس الثالث، ويمكن عمل في السكة شوية حاجات كده ذكرها على استحياء. اللي غيره لو عمل ربع الكلام ده يقول أنا أبو زيد الهلالي سلام. لكن ابننا أحمد مصطفى متواضع تواضع جم زي أساتذته. طبعا يضاف إلى ذلك البرنامجين. وبعدين بصراحة العتب مش على أحمد مصطفى ولا على لجنة الإشراف، على سيمينار قسم الصحة النفسية. حيوا أحمد معايا يا جماعة. دراسة استطلاعية من 276، ولذلك لما بقول الرسالة دي تنفع خمس رسائل، دي لوحدها رسالة. يعني 276 دول وتطبق عليهم الأدوات وتعمل إحصاء، دي تديك رسالة الدكتوراه لوحدها، من غير برنامجين، من غير ثلاث مقاييس وترجمة مقياس، يعني حاجة غير عادية. إطار نظري 132 صفحة، إطار نظري بس 132 صفحة من غير أي حاجة، صل من غير دراسات سبعة، وهو رسالة كاملة بدون ملاحق. من غير ملاحق كده ينفع رسالة كاملة. عملت تعقيب عام على الإطار النظري. احنا ما بنلاقيش طلاب كتير، او بنلاقي طلاب كتير ما عندوش وقت يا عم هشام يعمل تعقيب عام على الدراسات السابقة، فيجي احمد يعمل تعقيب عام على الإطار النظري وتعقيب عام على الدراسات السابقة. فده من الحاجات المشرقة، لأن لسه في حاجات مضيئة جاية، احنا لسه في الإشراق دلوقتي. 42 دراسة في 3 محاور. أنا مش معاك في المحور الأولاني، كان يمكن استبعاد المحور الأولاني وحده، مش محتاجينه. وبدل ما تستبعده خالص وتخسر مراجعه في الرسالة، لا، تلخصه في ورقتين كده، فقرتين ثلاثة، خطوط عريضة منه، وتحط جميع الدراسات اللي أنت رجعت ليها، وتبقي على المحورين التانيين. وده لا يقلل من الرسالة، لأن الرسالة كده صعب إن حد يقبلها بهذا الشكل. ثم طبعا الدراسات بتاعته يتراوح المدى الزمني بتاعها من 1999 إلى 2020. هو الود وده كان يجيب رسائل 2022، بس معلش يعني إيه، إن شاء الله في الأبحاث المستقبلية بإذن الله. تعقيب عام على الدراسات السابقة أكتر من رائع، تحمد عليه.
طبعا حسابك للخصائص السيكومترية للمقاييس بطريقة صحيحة ودقيقة ورائعة شيء يحمد لك وللجنة الإشراف. تصميم البرنامج أو البرامج بقى إذا صح التعبير هما برنامجين، صفحة 243 أكثر من رائع، تفسير جيد للنتائج، رسوم بيانية ملونة، كل دي في ما زلنا في مجال الإشراق. تعميم طبعا بقول لك نعم نتائجك تحتاج إلى ملخص لأنك أنت عملت ملخص للنتائج. ساعات بلاقي يعني باحث عنده 3 فروض بثلاث نتائج، كل نتيجة عبارة عن نص سطر وعامل بعد كده ملخص للنتائج، لكن حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني كم كبير جدا من النتائج، ولذلك فأنت تحتاج إلى ملخص. بقول لك الغريب في الرسالة بتاعتك حاجتين يحمدوا ليك، الفصل الأولاني وملخص الدراسة باللغة العربية، 5 ورقات بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة ما حصلتش. أنا طبعا مع هذا الكم غير العادي كنت متوقع ألاقي ملخص الدراسة باللغة العربية 20-30 ورقة، لكن يعني كنت أمينا معنا. توصياتك أكثر من رائعة، كتير بلاقي التوصيات مش لها لازمة، وأي واحد طبعا أنا برحب بلجنة الإعلام والقنوات الإذاعية اللي معانا في القاعة طبعا، يعني فلما بنلاقي حاجة حلوة يعني بنقولها، فإحنا مش جايين عشان نجلد، إحنا جايين عشان نشكر ونقيم ونحكم ونوزن العمل. ايضا البحوث المقترحه اكثر من رائعه. نيجي للمراجع بقى. المراجع ابننا احمد عنده اسهال في الاطلاع وسرد المراجع، 293 مرجع عربي وكلها حديثه، ما فيش مرجع في التمرينات. يعني كان نفسي نظري ينتصف مرجع كده في السبعينات والثمانينات زي ما كثير من الباحثين، لا يعني حتى لو حصل بيبقى ده في يعني لسان العرب او معجم او قاموس او ما الى ذلك. 293 مرجع عربي و401 مرجع اجنبي، منهم بعض المراجع الالكترونيه. ما اعرفش انا بقترح عليك اقتراح ما يعني لا ادري مدى صحته، يعني لو عملنا اولا المراجع العربيه، ثانيا المراجع الاجنبيه، ثالثا المراجع الالكترونيه، وافصل المراجع الالكترونيه كلها في ثالثا، وده يبقى يعني شيء طيب ويحمد له. طبعا 3 مجلدات كبيره، المجلد 500 صفحه للملاحه، مجلد الاولاني عباره عن ملاحق الرساله، والمجلدين التانيين مجلد عباره عن تفريغ جلسات العلاج السردي، والثالث تفريغ جلسات العلاج بازاله التحسس مع اعاده المعالجه بحركه العين. يعني شيء يحمد لك ويشكر لك ويشكر لجرأة لجنه الاشراف أنها فتحت لك الباب على مصراعيك لتعمل ما تشاء، فكنت ما تشاء. دي الجوانب المشرقة، ونعود إلى الجوانب المضيئة في الرسالة. يعني لا أقول سلبيات ولكن أقول ملاحظات وجهات نظر قد تصح وقد لا تصح. طبعا أول وجهة نظر في هذه الرسالة هذا الإسراف، وكتير مننا أصبح ذاكرته ضعيفة فمحتاج رسمة
تخطيطية تنظيمية خريطة ذهنية تلخص ليه الموضوع. ولو قدرت تضحك علينا وتحط الرسمة وتشيل اللي بعدها أنا موافق. العمل ده هيقل شوية لأن أنا مش أول مرة أقرأ الرسالة دي، أنا تاني مرة أقرأ الرسالة وقريتها مرة تالتة لأنه تطاول الزمن جعلني أنسى ما كنت قد قرأته. طبعا البنط بتاع الرسالة هو برضو أحمد ضحك علينا، الرسالة كان ممكن تبقى ثلاث أضعاف رسالة بس بدون الملاح، كان ممكن تبقى ثلاث أضعاف الحجم والوزن ده لو إنه كبر البنط سنة، وهو راح مصغر البنط ونسي إن ثلاث أرباعنا النظر بتاعه ضعيف وثلاث أرباعنا عنده مية بيضة ومية زرقة، نسي الكلام ده كله. فالله يعينك يا ابني، والله يعين أهلك، والله يعين الجيب اللي صرف على هذه الرسالة. وحقيقة يعني أنا مهما أقول من شكر في الرسالة مش هقدر أقول كما قدمه الدكتور عبد الباسط في هذه الرسالة، لأن فعلا تدل على أن البحث فعلا بذل جهد كبير جدا في إعداد هذه الرسالة وفي إعداد البرامج، وأن هو كمان حدد عينة غالبا في الريف بيبقى عيب قوي أن احنا نقول أو نعترف وإحنا عارفين أن الشخص ده من نفس القرية ومن نفس البلد بالمشاكل الأسرية الدقيقة جدا اللي بتعرض مشاكل سلوكية ومعاناة من قبل الأسرة في سواء كان إساءة من ناحية جسدية أو إساءة بدنية أو إساءة جنسية أو أي نوع من الإساءة، وأن هو يصل لعمق هذه المشاكل السلوكية وخاصة في الريف اللي معظمه أسر بتكون عارفة بعضها البعض، يعني كأن ده مش عايزة أقول بوصمة عار في جبين الأسرة في الريف، وهنتبقى البلد كلها عارفة إن الأب ده أو بيعمل مع ابنه كذا أو بيسيء معاملته بطريقة أو بشكل أو بآخر، فدي يعتبر إن في ثقة أو في مصداقية في الحديث وفي اطمئنان داخلي ونفسي إن المعلومات اللي هيقولها أو هيسردها الحالة مش هتكون محل انتشار ولكن هي محاطة بالسرية التامة، فعشان كده استطاع ان هو يخرج من داخل هؤلاء المراهقين المعنفين او المساء ما عملتهم في هذه المرحلة كل ما تعرضوا له من ذكريات أليمة قد أدت إلى ضغوط أثرت على حياتهم وعلى سلوكياتهم فيما بعد. فطبعا أنا بحيي أحمد على الوصول لعمق هذه المشكلة وقدرته على التعامل معها والتجاوب مع هذه الحالات، وزي ما قال الدكتور ان العينة اللي اخدها كانت عينة كبيرة جدا، عينة استطلاعية. دايما عادة بنشوف ان الطالب بيقول بياخد 50-50 في العينة الاستطلاعية، عينة تجري عينة استطلاعية، او بياخد 100، لكن هو خد 338 حالة، جزء من الذكور وجزء من الإناث 194 على ما أذكر والمتبقي من الإناث، وبدأ ينتقي أو يصل بعد تطبيق الإدوات إلى الحالات فعلا اللي محتاجة العلاج أو محتاجة إن هي يجرى عليها البرنامج. كمان أحمد أضاف إضافة علمية للبرنامج اللي هو إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين، يعني بصراحة أنا أول مرة أقرأ عن برنامج من هذا النوع، وكل الدراسات اللي حصل عليها كانت دراسات أجنبية، معظمها دراسات أجنبية سواء حتى البرنامج السردي والبرنامج ده كلهم معظمها دراسات أجنبية، ما فيش غير يمكن دراسة أو اتنين أجريت في البيئة العربية، فده يعتبر إضافة علمية. كمان الأساليب الإحصائية اللي استخدمها في معالجة فروض الدراسة كانت مناسبة جداً، وطبعا ليه يا أحمد أنت استخدمت من ويتني في الدراسة بتاعتك لتحليل الأساليب الإحصائية الناتجة عن ليه استخدمتها بالذات في أساليب أخرى في الإحصاء ممكن تتناسب مع العينات الصغيرة اللي هي تبدأ من 5؟ نعرف أنه نعم يا دكتور شعرف
ما عينتنا عشان صغيره خمسه، والدكتور محمد لما اتكلمنا ف الدكتور محمد قال لي خمسه هنستخدم من وتني. وايه تاني؟ في حته مهمه تكه كده عايز اعرف انت عارفها ولا لا؟ و هو الاول لابارامتري اه. انا عايزك انت، انا عارفه ان الدكتور ده الدكتور بتاع احصاء. تمام. انا عايز اعرف انت فاهم الاحصاء اللي بتكتبها اللي ولا برنامج بيطلع عشان عشان ده عينه مستقله؟ ان انا بقارن ما بين عينتين مستقلتين؟ اللي المتعارف عليه من الباحثين بيروح لحد متخصص في الاحصاء، خد اعمل لي الاحصاء دي، جاب الاحصاء بيديها له جدوله يحط يلزق في قلب الرساله، مش فاهم ليه اخذ الاسلوب ده وليه اخذ الاسلوب ده. يعني انا بعنت طالبه تروح تعمل احصاء في الدكتوراه، فالدكتور قال لها خدي الجداول وروحي، كان هو بيعمل لي الاحصاء انا وانا في الماجستير وفي الدكتوراه، خدي الجداول الاجنبي دي وروحي فرغيها وهشرح لك. قالت لي لا انا ما عنتش رايحه له، سبت الفلوس وسبت الشغل وقالت لي ايه وراحت مغيره، انا عايزه حد يديني الجداول. قلت لها يا بنتي انا الراجل ده انا كنت بعمل عنده في الدكتوراه وادالي الجداول كده وشرح لي وانا خدت الجداول ده وروحت البيت قعدت عليها مسكتها كلها جدولتها وحولتها للعربي وعلقت على الجدول بنفسي وبدات اشتغل عليه واخدت الحاجات اللي هي بتلزمني في الجدول. ازاي انت مش عايزه؟ اللي ما تعرفوش تعالي انا هشرحه لك. رفضت تماما وقالت لا انا هروح انا عايزه انا عايزه الجداول الجاهزه. طيب طيب لا تعرف الاسلوب الاحصائي اللي استخدم مع الفرد ولا تعرف ليه اخد ده وما خدش وغدش ده، لا مفيش بس فانا عايزه اعرف انت ليه استخدمت من واتنين؟ عينه صغيره وعينتين مستقلتين. ما احنا عارفين ان ايوه عشان عينه مستقله وعينه مستقله عشان عينتين مستقلتين ما هماش عينه أيوة. مش بقارن ما بين عينتين. التي تيست بتستخدم مع العينات من 30 فما فوق. تمام. الاحصاء اللابارامتري في مستقل او نعم. مستقليتين وفي نعم. ايه؟ نعم. لو ما بين عينه مترابطه لو مترابطتين هناخد نعم. ايه؟ نعم. والكركسون. تمام. ماشي؟ تمام. انما دي مستخدم خدنا ايه؟ من ايه؟ من وتني. فلازم تمام. نبقى فاهمين الاسلوب الاحصائي اللي بنتعامل معاه. مرحبا بالدكتور محمد سعفان مع الفرد. معلش اللوحه دي والله وانت بتحب تقعد في المكان ده ما اعرفش ليه. بالنسبه لل مش عارفه انا اقول ايه، انا يعني مش قادره والله، يعني في حاجات كتيره انا بس انا دماغي مش معايا. طيب بص يا اسمر بصفه عامه في حاجات كتيره انا كاتبها لك في الرساله محتاجه تقليص يعني اختصار، محتاجه ان احنا نقلل ده، كل ده هيخلي لك الرساله ممكن توصل ل 300 صفحه 350 صفحه لو احنا بالفعل هتجمل الرساله. هتجملها ازاي؟ يعني انت عامل حشو وحشو وحشو ورغي، يعني مش معنى الدكتور محمد بيقول لك إيه؟ ايه كل حاجه عملتها اعملها، ما يبقاش بقى التفاصيل الدقيق 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 كل حاجه زي اللي إيه قاعد بيرغي بالتفصيل. لا، في حاجات اساسيه وجوهريه هي المفروض تكون في متن الرساله، وفي حاجات تعتبر رغي وحشو في الرساله لن تضيف قيمه علميه للرساله، بل ان انا بسرد احداث اخرى او حاجات اخرى مالهاش اي لازمه. لما جيت انا مثلا في الفصل الاول انا ببص فصل صفحه 3، هات لي صفحه 3. زي ما قال الدكتور انت اول ما قريت المصطلحات زي ما قال الدكتور عبد الباسط قلت اكيد ده لغه عربيه، اكيد الطالب ده تخصص لغه عربيه لان بتتلاعب بالالفاظ اللي هي لغه عربيه فصحى، كانت يعتبر بالنسبه لي انا حديثه السمع لهذه الايه الالفاظ او هذه الكلمات. وعلى ما سلف انبرت الدراسات، ماشي، يعني غيرها لللفظ المصطلح لا مش الدارج، المصطلح اللي اكيد لها مرادف في اللغه العربيه متعارف عليه بين الباحثين او في اللغه العربيه، فهمتني؟ وبرده في الكلمه اللي بتاعت مترعه باساءات الاخرين وبمرتعها الوخيم وعطنها الابدي، برده دي كلمه بعيده عن المصطلحات بتاعتنا او اللي احنا الغريبه غريبه على مصطلحات اللغه العربيه، فاحنا ناخد المصطلحات اللي فعلا غير شائعه عشان الناس تبقى فاهمه. مش كل الناس مثلا ممكن اكون انا فاهمه لكن غيري ما هوش فاهم المصطلح ده، فهمتني؟ تعالى في اخر الفقره ده هي بيقول ايه ان العلاج بواسطه ازاله التحسس وعلاج
وإعادة المعالجة بحركة العين يدمج مختلف المناهج المعروفة مثل المنهج منهج التحليل النفسي السايكودينامي والمعرفية والسلوكية. أنا لما الحتة دي ودخلت في الرسالة وأنا بفر فيها على فكرة أريها كده على عجل مش كان عندي وقت، لقلت لا فين النظافين التحليل النفسي؟ إذا أنت استخدمت منهج التحليل النفسي لم تشير في الرسالة من المتن من الخلف أي حاجة عن نظرية التحليل النفسي ولا على النظرية السلوكية ولا على أي حاجة، فأنا كتبتها هنا وكل ما أشير هنا لازم إذا كنت أنا اعتمدت عليه وبرضه قايل إن أنا اعتمدت عليه في العلاج ماشي استفدت منهم في الفنيات فين؟ ما كتبتش أي حاجة عنهم نهائيا فرق. أنا استخدمت البروتوكول الأساسي بس اللي تم استخدمت ما كنتش بقى تشير ليه هنا تمام. إن أنت استخدمته تمام ماشي تمام حاضر طالما ما استخدمت على البروتوكول الأساسي يبقى ما تشيرش ليه هنا. والحقيقة الدكتور أحمد يعني مثال للمثابرة العلمية، وطبعا بعد أن أجرى التدريب واستمر في البحث مالته كان دائما يتصل ويتأكد من أنه كان البروتوكول يجري بطريقة صحيحة وكان تحت الإشراف مستمر. فالحقيقة الدكتور أحمد من الشباب اللي يمثلون الحقيقة المستقبل الطب النفسي والاختصاص في النفس في علم النفس بحماسة بعلمية رفض أنه يجري أو يدخل في شهادة الدكتوراه قبل أن يجري التدريب مناسب وعلمي للEMDR. وشهادة الدكتوراه بتاعته تعتبر أول دراسة للEMDR أو علاج إبطال التحسس وإعادة المعالجة في الوطن العربي، أول دراسة الدكتوراه في هذا الحق. هناك طبعا مئات الدكتورات اللي وجدت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن هذه أول دراسة في الوطن العربي، لذلك الحقيقة أنا أشيد بهذا الجهد الكبير للدكتور أحمد وأتمنى له كل التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا دكتور وليد جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور وليد. دكتور وليد من الأساتذة المختصين في العلاج بالإم دي آر وهو كان المترجم لي. ذكى محاسن والدكتور أحمد حسني هلا دكتور إن شاء الله ألف مبارك، فكان عنده همة عالية وسعيد العلم، يعني كان دائما يرحقني، وعليه مثل ما ذكر دكتور وليد إنه سافر من مصر للأردن مشان يحصل الدورة. أنا لي علاقة حلوة كتير بمصر، يعني نحن تعرفين مصر وسوريا دائما في علاقة حميمية. أنا زوج بنتي مصري وصعيدي، فيعني وزياراتي كان دائما يعني لمصر مرتين أو ثلاث مرات بالسنة. جزء من التدريبات اللي كنا نسويها في القصر العيني. يعني أنا بفتخر إنه من عدة سنوات استضيفت في القصر في مؤتمر للأمراض النفسية بالقصر العيني وقدمت محاضرة عن الإمدرة، واكتشفت يعني أنا يعني كان كثير بهذا الوقت إن فقط المعالجين المصريين في الإمدرة معدودين، يعني وهو تعداد مصر تقريبا 100 مليون لعدة معالجين بالعالم، في آلاف المعالجين يعني ببريطانيا في آلاف المعالجين بالعالم كله. فاستعانت بمنظمة المنظمة الإنجليزية للصدمة، فنسقنا دورات للأخوة المصريين الأطباء والأخصائيين النفسيين، عملنا 3 دورات والآن في مرحلة الدورة الرابعة. يعني بفتخر الحمد لله يعني بفضل الله انه بدنا من كان العدد تقريبا ما يتجاوز يعني العشرة اخصائيين
يعمل اي ام دي ار. هلا حاليا في مصر تقريبا في 120 او اكثر معالج تدربوا في من المنظمه البريطانيه لتطبيق الامدرا. ما في اطيل عليكم، انا طبيب نفسي كنت، ولكن الامدرا غيرت حياتي. يعني انا دائما كنت دائما في طب النفسي نحن دائما نتبع يعني السيستم البيولوجي، اعطاء الادويه و يعني العلاج النفسي السايكوثيرابي ما كان كثير يعني اهتمامنا. ولكن لما عملت تدريب الامدرا من 20 سنه تقريبا، فوجدت قديش يعني الامدرا بتغير. الامدرا بشكل خاص هي بتركز على سبب سبب الصدمه، يعني ترجع لجذور الصدمه. لذلك يعني اعاده المعالجه دائما نحن يعني بالامدرا بنشتغل بالاعراض حتى نوصل للسبب، فبنعالج السبب اكثر من انه نعالج الاعراض. يعني انا طبيب نفسي بكتب ادويه كثير، ولكن الامدرا اعطتني غيرت مفهومي للطب النفسي، انه كيف مساعده المرضى في مو بس انه نعالج الاعراض تبعهم اذا في كابه ولا في كوابيس ولا في عندهم خوف ولا في عندهم رهاب، نرجع للسبب هالاعراض، سبب الكوابيس، سبب الخوف، سبب الغضب. غالبا دائما بتكون في صدمات في الطفوله. فهذا العلاج كثير فعال. هو يعني انتم بتعرفوا طبعا علاج السي بي تي هو المعرفة السلوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية المقدمة من الباحث أحمد مصطفى الشحات إبراهيم في تمام الساعة 12 الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم السبت الموافق 26/6/2021 ميلادية. اجتمعت اللجنة المكونة من السادة أستاذ الدكتور محمد السيد عبد الرحمن أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بالكلية مشرفا، أستاذ الدكتور عبد الباسط متولي خضر أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بالكلية مناقشا، أستاذة الدكتورة نهلة متولي السيد متولي أستاذ علم النفس وعميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بتفانى الأشراف مناقشا، أستاذة الدكتورة نجوى شعبان محمد خليل أستاذ الصحة النفسية بالكلية مشرفا، وكان على اتصال باللجنة من خلال برنامج زوم الأستاذ الدكتور أسامة رفعت إبراهيم أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة لمناقشة الرسالة المقدمة من الباحث أحمد مصطفى الشحات إبراهيم وموضوعها فعالية برنامجين العلاج السردي والعلاج بإزالة التحسس مع إعادة المعالجة بحركة العين في خفض ضغوط ما بعد الصدمة للمراهقين المساء معاملتهم دراسة مقارنة لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية من قسم الصحة النفسية. وبعد المناقشة العلنية التي امتدت من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة ظهرا في موضوع البحث ومنهجه ونتائجه، تقترح اللجنة منح الباحث درجة دكتور الفلسفة في التربية من قسم الصحة النفسية مع توصية بتبادل الرسالة مع المراكز العلمية المتخصصة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.